أهلا بكم. مستعينا بمساعدات عسكرية نوعية تقدمها واشنطن ودول غربية لكييف، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيخسر حربا ستكون طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يسعى لتحويل أوكرانيا لدولة مدمرة ومهجورة. بالمقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله إن موسكو لا خيار أمامها سوى الانتصار في أوكرانيا، وأن قوة بلاده تحافظ على وضع دفاعي فعال على المحاور المركزية في أوكرانيا. فلماذا طالب زيلينسكي الأوكرانيين بالاستعداد لحرب طويلة الأمد؟ ما دلالات تصريحات وزير الدفاع الروسي بأنه لا خيار أمام روسيا سوى النصر؟ وما المسارات المتوقعة لهذه الحرب؟ وتتابعون في عدد اليوم من نبض العالمي أيضا. توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية في سياق التحركات الإقليمية التي بدأها قبل أسبوعين. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللقاء بحث آليات إرسال الدعم الإنساني للسودان وجهود تركيا المستمرة لإيجاد حل للأزمة هناك. وبالمقابل، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس استقالته من منصبه، محذرا من خطر تحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية في ظل توسع رقعة المواجهات. فما دلالات تحذير المبعوث الأممي المستقيل من حرب أهلية؟ هل يسعى البرهان لحشد الدعم الدولي لوقف الاقتتال؟ وما التداعيات المحتملة لتوسع رقعة المواجهات؟ قام المسؤولون الأوكرانيون بتصعيد الضغط على دول الغرب من أجل الحصول على أسلحة نوعية تطلبها أوكرانيا منذ فترة، بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى، حيث حذر الرئيس الأوكراني من أن صراع بلاده مع روسيا لن ينتهي في أي وقت قريب، مطالبا الأوكرانيين بالاستعداد لحرب طويلة الأمد. من جانبه، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات المسلحة الروسية تدافع بكفاءة ونشاط في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومهمتها الرئيسية تتمثل بتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية. للمزيد نرحب من موسكو عبر سكايب الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جياسام للدراسات. أهلا بك معنا دكتور آصف. أهلا بكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. وينضم إلينا من جزيرة القرم الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول. أهلا بك معنا الدكتور عمار. تحياتي لك سيدتي الكريمة ولضيفك الأكرم. أهلا وسهلا. إذا أستسمحك الدكتور عمار لأبدأ مع الدكتور آصف. زيلينسكي يطالب الأوكرانيين الاستعداد لحرب طويلة الأمد ويقول إن بوتين سيخسر هذه الحرب. برأيك إلى ما يستند زيلينسكي في تصريحاته، وهل تعتقد ذلك فعلا؟
سيدتي، أعتقد أن زيلينسكي يعيش خارج الواقع يعني، وهذا الرجل يبدو أنه يتابع ممارسة من التمثيل يعني، في وهو في سدة الرئاسة الآن يعني. القوات الأوكرانية يتم تدميرها يوميا، وهذا الهجوم الذي تحول إلى حقيقة إلى مفرمة لحم للقوات الأوكرانية، وبدأت القوات الأوكرانية نفسها تفكر بطريقة أخرى. والآن يعني هناك أخبار متعددة تقول بأن الجانب الأمريكي يشجع أوكرانيا على الهجوم باتجاه باخموت، أي أنهم فهموا اللعبة جيدا. إذا كانت القوات الأوكرانية قد أمضت في عدة كيلومترات صغيرة عدة أشهر وخسرت أعداد كبيرة من القوات ومن المدرعات حتى استطاعت تتقدم هذه الأمتار القليلة، فحتصل إلى مدينة توكوماك يعني المطلة باتجاه يعني الاستراتيجية، والتي تقود إلى مدينة ميليتوبول، فهي تحتاج إلى سنوات بناء على ذلك. لذلك على أوكرانيا أن تختار أهداف أصغر بقليل، مع العلم أن باخموت قد تم تدميرها بالكامل، ولكن أوكرانيا تريد استعادتها قبل رأس السنة، للقول للداخل الأوكراني وللشعب الأوكراني بها أننا حققنا هدفا. يعني روسيا أمضت في باخموت عدة أشهر، ونحن استعدنا هذه المدينة التي هي في الحقيقة كومة من الحجارة الآن. زيلينسكي حقيقة يعيش خارج الواقع. الحرب نعم ستكون طويلة، نحن متأكدون من ذلك، لأن روسيا تقود جبهة تمتد من أول العالم إلى آخر العالم، وأوكرانيا إحدى هذه الجبهات في هذه الجبهة الطويلة. طيب الدكتور عمار قناه، برأيك أي دلالة يحملها تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؟ مرة أخرى يعني وأؤكد على ما تفضل به يعني الضيف الكريم، يعني أن اليوم لا يمكن التعويل على أي تصريح يصدر من زيلينسكي، لأنه لا يمتلك يعني لا القدرة على اتخاذ يعني القرار السياسي، ولا هو يعني في مجال يعطيه يعني هذا البعد الاستراتيجي. رأينا يعني كل تصريحاته خلال يعني هذه الفترة هي متناقضة، هي تبتعد عن الواقع، هي موجهة فقط يعني إلى المربعات الإعلامية في محاولات يعني لطلب مساعدات، وأحيانا أخرى لابتزاز المنظومة الغربية. يعني زيلينسكي وإدارته وهذه النخبة السياسية النازية ما هي إلا فقط يعني أداة وآلية للولايات المتحدة، وتم صناعتها يعني منذ عام 2014، وممكن القول يعني التحول أو التوجه إلى العبث في الساحة الأوكرانية هو بدأ مع يعني الثورة البرتقالية منذ عام 2005. فهذه المسألة يعني رأيناها بطريقة ممنهجة. اليوم يعني الحديث بشكل واضح عن مجريات يعني ما سيحدث في أوكرانيا باعتقادي هو فقط سيكون مع الطرف الأمريكي وليس مع أوكرانيا، أو خاصة يعني مع هذه النخبة يعني النخبة الفاسدة، وهذا ليست من روسيا، ولكن ضمن التقريرات والتصريحات يعني الغربية وخاصة الأمريكية. الآن هناك يعني الأزمة هي متفاقمة، يعني كانت لدى الولايات المتحدة أم لدى المنظومة الأوروبية، هذا يعني عملية التوريط التي قد توصلوا إليها بأنفسهم، وذلك على أساس يعني القراءات الخاطئة لما يمكن أن يحدث، هو ما أودى يعني بنا إلى هذه هذه الساحات. وللأسف الشديد أن أوكرانيا باتت ملفا انتخابيا لدى الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، فلذلك نحن اليوم يعني في هذه العملية، وسنستمع إلى الكثير يعني من التصريحات لزيلينسكي، والتي يعني أغلبها باعتقادي ما يثير السخرية أكثر مما التعاطي معه بطريقة سياسية. طيب الدكتور أصف، هذه التصريحات الأوكرانية التي تزامنت مع هذا الدعم المستمر من قبل أمريكا والغرب، والرئيس الروسي كان قد تحدث وحذر من تداعيات هذا الدعم الغربي على مصير الأزمة وسيؤثر على أفق الحل، كيف تقرؤون هذا التصريح الذي صدر من الرئيس بوتين؟ سيدتي، يعني كلما زاد الغرب دعمه بالسلاح لأوكرانيا، كلما زادت أوكرانيا والغرب معه تورطا في هذه الحرب. يعني يجب أي صراع يجب أن يحل يعني في النهاية بالمفاوضات. لا يمكن يعني أن نتخيل أي صراع مهما امتد ومهما
امتد زمنيا وجغرافيا، لابد للاطراف المتحاربه ان تجلس على طاوله المفاوضات وتجد حلا لهذه المشكله. المشكله الكبرى سيدتي، انا اريد التركيز على نقطه هامه جدا، هذه يجب ان نفهمها بدقه. عندما نتحدث عن اي صراع دائما نشير الى مجموعه من العناصر، اللاعبين، الداعمين، موضوع الصراع، فضاء الصراع، النموذج الاعلامي. عندما بدات روسيا هذه الحرب قالت ان موضوع الصراع عندي هو حمايه سكان الدنباس، وهي تملك الاحقيه القانونيه في ذلك. يعني سكان الدنباس رفعوا الاف الدعاوى الى المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان، هؤلاء الغربيون الذين يتغنون بالديمقراطيه والحريه وحقوق الانسان، ولكنها جميعها اودعت الادراج. عندما هجمت روسيا على أوكرانيا كانت هذه هي الغاية الحقيقية. روسيا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، أبلغت فرنسا، أبلغت كل دول الناتو، وأبلغت زيلينسكي أيضا بذلك. وكان زيلينسكي يعلم بدقة متى ستهجم القوات الروسية وإلى أين ستهجم وإلى أين ستتحرك، كان يعلم كل شيء. وما الذي حدث؟ الذي حدث أن من غير موضوع الصراع ومن تلاعب بفضاء الصراع ليست روسيا، فعلى العكس روسيا هنا بدأوا يقولون إذا كانت القضية حماية سكان دنباس لماذا علينا نهجم على كييف؟ من الأفضل أن ندخل قواتنا إلى منطقة دنباس ونبقيها هناك. لكن ها ردة الفعل الغربية المسعورة الإعلامية والعقوبات الشنيعة التي فرضت على روسيا هو من وسع هذا الصراع، وأصبحت المواجهة وكأننا نحن أمام مواجهة عالمية حقيقية. ولذلك نلاحظ أن روسيا تواجه الآن حلف الناتو كله، وعندما وجدت الصين كانت في البداية موقفها كان رمادي غير واضح إلى حد ما، ولكنها حزمت أمورها ووقفت إلى جانب روسيا، وأصبحت المواجهة بين معسكرين كبيرين يمثلان العالم كله، حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية والغرب معها، وروسيا والصين وكوريا الشمالية وباقي حلفائها معها. والمعسكر الشرقي هذا، معسكر روسيا والصين، ينمو شيئا فشيئا مع تزايد يعني انضمام بعض دول الجنوب إلى ولو كان سياسيا، في كما نشاهد جميعا في قمة بريكس والعشرين وغيرها من المنتديات. طيب الدكتور عمار، قناة نبقى دائما في الحديث عن تصريحات الجانب الروسي، والرئيس بوتين كان قد قال بأن تسليم مقاتلات F-16 والذخائر العنقودية لأوكرانيا لن يغير كثيرا من مسار الحرب بل سيطيل أمدها فقط. يعني هل تعتقد فعلا بأن الأسلحة الغربية الجديدة لن تغير من نتيجة المعركة على الأرض؟ وإن كانت كذلك، لماذا يواصل الغرب هذا الدعم لأوكرانيا؟ فيما يتعلق يعني في الأسلحة، رأينا عملية تسليح أوكرانيا منذ البداية، يعني أتت بالتدريج يعني الممنهج من حيث الكم والنوع، وكل عسكري يعني في العالم يعلم تماما بأن كل هذه الأسلحة المرسلة لا يمكن يعني أن تؤثر على المسار العسكري. روسيا لغاية الآن يعني لا يمكن القول أنها تخوض حربا في أوكرانيا، هي تخوض حربا مع المنظومة الغربية نعم، لكن في أوكرانيا هي عملية يعني عملية عسكرية. لكن يعني هذه الأسلحة المرسلة عندما نتكلم يعني عن خط جبهة يزيد طوله عن 1000 كيلومتر، ماذا باستطاعت يعني المنظومة الغربية أن تقدم يعني أكثر مما قدمته؟ هذا أولا. ثانيا يعني مسألة هذا التسليح باعتقاد هذه المسألة يعني هي تصب فقط اليوم في المصلحة التكتيكية الأمريكية لمد أمد الأزمة. اليوم الإدارة الأمريكية ليس باستطاعتها تقديم يعني تنازلات لروسيا عن طريق أوكرانيا. باعتقادي لو كان الأمر يعني أو القرار السياسي لدى المنظومة الأوروبية لرأينا أن هناك حلولا يعني كثيرا، لكن يعني الكل اليوم هو منصاع لقرار واشنطن. المشهد أمامنا يعني هو جزئيا عسكري، لكن يعني العملية السياسية هي حرب يعني أو صراع جيوسياسي بامتياز. فلذلك يعني اللعب على هذه المسألة، وممكن أن نرى أيضا بؤرا عسكرية أخرى في المراحل القادمة، وكله يعني يعتمد على القرار الأمريكي. انعدام الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة اليوم يعني في محاولتها الحفاظ على أحاديتها هو ما يربط بك يعني المشهد الدولي، وكله يعني تقريبا يعني يصب في المصلحة الأمريكية، فهي فقط يعني ترسل
الأسلحة نعم وقود هذه يعني هذه الصراعات، وخاصة في أوكرانيا هو الشعب الأوكراني، وباتوا يعني حتى يقولونها يعني في العلن. فلذلك اليوم يعني لا يمكن أن نتحدث عن إحداث يعني خرقا في الجبهات العسكرية، والكل مثلا يتساءل لماذا روسيا لا تتقدم، ودائما يعني نجيب بأن روسيا هي ليست في عجلة من أمرها. الارتباط يعني الوثيق الموازي ما بين المسار العسكري والسياسي يجب يعني أن يستمر بهذه طيب الكيفية. لا توجد لدى روسيا أي يعني أي لا تصريحات، بل لا توجد أي نية يعني في مفهوم الاحتلال أو إسقاط يعني كييف أو حتى هذا النظام يعني النظام النازي. لكن لدينا معادلة أخرى، مرة أخرى نقولها، تورطت المنظومة الغربية بهذا الصراع، ونحن فقط في بداية التفاقمات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، مقبلون على فصل الشتاء، والذي أعتقد أنه سيكون يعني من أصعب المراحل. نرى اليوم ما يجري في المنظومة الاقتصادية البريطانية الألمانية، ناهيك عن وضع فرنسا يعني الجيوسياسي والاقتصادي وأيضا لكن الرئيس الداخلي. الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يا دكتور عمار قناه يقول عكس ذلك، ويقول بأن روسيا لن تصمد أكثر أمام هذه الحرب طويلة الأمد، وبأن الاقتصاد الروسي لن يصمد أيضا في ظل هذه المعطيات. سيدتي اتفقنا يعني أنه لا يمكن التعويل على أي يعني على أي شيء يصدر من زيلينسكي، لأنه يعني على إلى ما يستند يعني عندما يتكلم. أنا أفهمه يعني أفهمه بطريقة أخرى، هو مجبر على إطلاق مثل هذه التصريحات. لا يمكنه يعني الحديث بأن المسألة يعني قد انتهت، وطبعا هو منذ بداية الأزمة ولغاية اليوم هو المنتصر الوحيد، هو بطل يعني هذا الصراع. طيب فلذلك يعني نحن نتعاطى مع المواد والوقائع يعني الحقيقية على الأرض يعني في الجبهات أولا، وثانيا نعم يعني من نعم خلال الدكتور عمار. المعطيات السياسية من الدول المشاركة. طيب الدكتور أصف، يعني هل فعلا تعتقد بأن هناك ليست أي خشية اليوم من أنه هذا السلاح الجديد سيغير مسار الحرب، والمحاولة هي فقط محاولة استنزاف لروسيا ليس إلا؟ سيدتي، فيما يتعلق بالسلاح تحديدا يجب أن ننظر لنقطتين. النقطة الأولى هي كمية السلاح ونوعيته. كل النوعيات التي تقدم إلى أوكرانيا حتى الآن هي نوعيات قادرة روسيا على التعامل معها. يعني هذا المصطلح نستخدمه هنا في روسيا دائما، ودائما ومعظم المحللين العسكريين يقولون لا يوجد دواء يشفي من جميع الأمراض. كلما قدم سلاحا لأوكرانيا فإننا سندرس طرق التعاطي معه. عندما تفاخروا وتبجحوا على كل وسائل الإعلام بدبابات لوبارد ودبابات تشالنجر وأبرمز وغيرها، سيدتي نحن درسنا هذه الدبابات ودرسنا كل طرق التعامل معها، وفهمنا جيدا أن روسيا ستقوم بحرقها. وأنا على قناتك المحترمة وقلت بأنها الهجوم المعاكس فشل قبل أن يبدأ، وبالتالي الموضوع لا يوجد يعني ينظر الى كميات كبيره من السلاح، تقديم كميات لو قلنا طائرات اف 16، تقديم على سبيل 1000 طائره لاوكرانيا غير ممكن من الناحيه اللوجستيه، غير ممكن هذا على الاطلاق لوجستيا، وبالتالي ولا معنى تقديمها لاوكرانيا لان روسيا قادره حقيقه قبل وصولها لاوكرانيا على تدميرها. اما السلاح الاستراتيجي، عندما نقول سلاح استراتيجي ما هو السلاح الاستراتيجي هنا؟ اما صواريخ بعيد المدى، الولايات المتحده الامريكيه تنوي تقديم صواريخ أتاكامس وهي تقصف من راجمات صواريخ هيمارس، يعني هذه الصواريخ نفسها تقصف من هذه الراجمات وهي موجوده عند اوكرانيا. هذه الراجمات أتاكامس اعتقد انها ستستخدم، لن تتجرأ اوكرانيا على استخدامها داخل روسيا، قد تقصف بها فقط يعني من العمق الاوكراني باتجاه شبه جزيره القمر او الاطراف الاوكرانيه الاخرى التي تعتبرها اوكرانيا محتله من قبل روسيا. يعني هذه الاسلحه لا تغير حقيقه من واقع المعركه الكبرى شيء على الاطلاق. طائرات اف 16 سيدتي هي طائرات صحيح انها اشهر انواع الطائرات، ولكنها ليست الافضل. روسيا قادره على تدميرها قبل ان تقلع من مكانها، وبالتالي الموضوع بالنسبه لروسيا محلول. نعم، أي سلاح يدخل إلى المعركة هو سيعقد مهمة روسيا في أوكرانيا، ولكن لكن هنا الدكتور آصف، بمقابل ما تتحدث عنه، موسكو كانت تعول على أن الغرب سيمل من دعمه العسكري إلى كييف، لكن اللافت أن الغرب مستمر وفي كل مرة أسلحة جديدة تصل إلى أوكرانيا.
سيدتي الغرب يتاجر بأوكرانيا، الغرب ينشط شركاته الصناعية، ينشط مؤسسته العسكرية، يعني الطائرات F-16 التي ستقدمها الدنمارك وهولندا أصلا هي تريد التخلي عنها وتقدمها لأوكرانيا فقط كذلك. وعندما كان زيلينسكي بالمناسبة على ما أعتقد في الدنمارك أو في هولندا في إحدى هاتين الدولتين، كان عندما صعد الطائرة كل الذين يعرفون ما الذي حصل يعرفون أنه قام بتمثيلية فقط أمام الرأي العام الأوكراني، منع حتى الصحفيين منعوا من الدخول إلى تلك المنطقة وكفي ببعض الصور فقط الإظهار أمام الرأي العام الأوكراني بأنه يفعل شيئا ما. زيلينسكي ممثل حقيقة والمطلوب منه في هذه المرحلة فقط التمثيل لإقناع الرأي العام الغربي والأوكراني. وبالمناسبة سيدتي حتى أضيف إلى هذه المعلومات، الكونغرس الأمريكي يريد الآن تشكيل لجنة عن طريق، لأن البنتاغون اكتشف أن الكثير من هذه الأسلحة تصل إلى أوكرانيا وتذهب إلى مناطق أخرى، وقد تبين أن قسم منه يذهب إلى إيران، قسم منه إلى سوريا، تباع بالسوق السوداء. يعني الأسلحة التي هناك فساد مستفحل في أوكرانيا، وهناك أيضا فساد في الأطراف الغربية، وبالتالي هذه الأسلحة كلها تباع لأوكرانيا بشكل من الأشكال، ولكن قسم منها كما قلت يهرب إلى مناطق أخرى وعن طريق جرائم الفساد، يعني أصبحت معروفة ومشهورة في أوكرانيا. وأوكرانيا بالمناسبة أيضا، أوكرانيا أيضا تدفع بالمناسبة لبعض المسؤولين الغربيين بعض الرشاوة لكي يوافق الكونغرس الأمريكي على صرف بعض الأموال، والولايات المتحدة الأمريكية تعيش بالمناسبة على يعني على الديون، وبالتالي الموضوع هو صفقات فساد من أولها إلى آخرها. طيب، لذلك لن تقف أوكرانيا على الإطلاق في هذه المعركة. طيب الدكتور عمار قناها، لو نتحدث ربما بالنظر إلى كل هذه التطورات الحاصلة اليوم في المعركة ما بين روسيا وأوكرانيا، تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الذي قال بأنه لا خيار أمام روسيا سوى النصر، أي دلالة تحملها هذه التصريحات؟ باعتقادي هذا التصريح هو ليس بجديد، وهذا كان يعني منذ البداية، لأننا نحن أمام تطورات يعني ومتغيرات يعني خلال هذه الفترة العام يعني والنصف. رفضت يعني المنظومة الغربية التوجه للحلول يعني السياسية أو إيجاد يعني صيغة يمكن أن تتناسب مع متطلبات روسيا، وهذا الرفض كان حتى قبل يعني بدء العملية العسكرية. لا ننسى يعني ونعود دائما إلى الأساس والأسباب التي تدفع إلى الدخول في هذا المعترك العسكري، وهي المعادلة الأمنية في المنطقة الأوروبية وعدم تجزئة الأمن وتمدد حلف الناتو شرقا. تمادت الولايات المتحدة خلال هذه الفترة بهذا المفهوم يعني ورفضته تماما، فلذلك اليوم يعني الساحة العسكرية هي من ستفرض الواقع العسكري أولا والواقع الجيوسياسي. وهنا ولو في إضافة على ما تفضل به يعني الدكتور آصف فيما يتعلق يعني في الأسلحة، لا ننسى أن أيضا ونهام في أي عملية عسكرية سيدتي، وهو العنصر يعني الفردي المقاتل. أوكرانيا اليوم يعني لديها أزمة جديدة، وهي فقدان يعني الأعداد الكبيرة من الأفراد المدربة. عندما نتكلم عن أسلحة جديدة، هنا يتبادر يعني للذهن سؤال من سيستخدم يعني هذه الأسلحة من الجيش الأوكراني الذي يتناقص يعني كل يوم. فلذلك يعني المسألة فيما يتعلق يعني في مسألة النصر، وهنا يمكن يعني أن نتحدث بمفاهيم يعني أخرى، ما هو يعني تعريف يعني النصر بالنسبة لروسيا، ما هو تعريف النصر للمنظومة الغربية فتختلف. لكن نتكلم يعني في جزئيته يعني السياسية، بأن الأهداف التي بدأت من أجلها العملية العسكرية هو ما سيعتبر نصرا لروسيا، ونرى هذه الأهداف هي يعني تطبق بشكل ممنهج من خلال هذه العملية العسكرية. فيما يتعلق لمفهوم النصر يعني والذي وضعوه بمفهوم النصر الاستراتيجي، وهي تحقيق يعني المنظومة الغربية تحقيق روسيا لهذه الأهداف. إذا هم الآن يعني في ورطة، وهم وضعوا نفسهم في هذه الورطة عند حديثهم لغاية الآن التأكيد يعني على النصر العسكري لأوكرانيا، وهذا يعتبر يعني ضربا من ضروب الخيال. والآن هناك الكثير من الآراء التي بدأت يعني تصدر في الولايات المتحدة، خاصة عن عدم جدوى تسليح أوكرانيا، وفي آخر استطلاعات
نعم رأيي في الولايات المتحدة، هناك 50% من يعني الشعب الأمريكي الذي لا يريد دعم أوكرانيا طيب ويريدون توجيه هذه النفقات إلى الداخل الأمريكي. طيب الدكتور أصف، إذا زيلينسكي يطالب الأوكرانيين بالاستعداد إلى حرب طويلة الأمد، سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي يتحدث ربما عن أنه لا خيار أمام موسكو اليوم سوى النصر، والرئيس بوتين يحذر من تداعيات الدعم الغربي إلى أوكرانيا، وبالتالي ماذا عن ترتيبات موسكو إذا طال أمد هذه الحرب كما يتم الحديث عنها الآن؟ سيدتي بالمناسبة أنا أضيف نقطة بسيطة فقط. البارحة تماما السفارة الأمريكية في بولونيا أصدرت بيانا بتقديم منحة مقدارها 50,000 دولار للإعلاميين الذين يقومون بتشجيع للإعلاميين لكي يشجعوا الأوكرانيين الموجودين على الأراضي البولونية للعودة إلى أوكرانيا للدفاع عن وطنهم أوكرانيا، حتى تكون الصورة واضحة، أي أننا أمام انهيار كبير في الموارد البشرية في أوكرانيا. الصراع نعم سيكون طويل جدا، نحن متأكدون من ذلك، لأن القضية كما قلت ليست أوكرانيا، الأوكرانيا هي أحد عناصر هذا الصراع أو أحد جبهات هذه المعركة الطويلة، لأن القضية ليست قضية الدنباس أو مساحة من الأرض أو ما شابه، القضية هي حقيقة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار العالمي. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم كل طرق الابتزاز وتشتهي الأصوات في الأمم المتحدة وتجبر الناس بالقوة العسكرية وتتصرف بذلك مع كل دول العالم، وذلك المشكلة هي هنا. وبالتالي عندما أعلنت روسيا بأن موضوع الصراع أصبح هو إنهاء الهيمنة الأمريكية في العالم، فهذا يعني أن فضاء الصراع هو العالم كله، يعني من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية إلى شرق آسيا، كل هذه المناطق قد والصين بالمناسبة أن تتحضر، يعني هناك معلومات مؤكدة على أن الصين تتحضر أيضا لمعركة في تايوان، وقلصت الصين نفسها، قلصت يعني كثير من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقلصت استثماراتها في السندات السيادية الأمريكية تحضيرا لهذه المعركة، وبالتالي نحن نسير في هذا الاتجاه. لذلك أعتقد أن الصراع سيكون حقيقة طويل، وعندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء هذه التحالفات المختلفة سواء الناتو المصغر أو أوكوس أو كواد أو غيرها من التحالفات، فهذا يعني أن هو الصراع بين هاتين الجبهتين، وأوكرانيا نفسها ستكون إحدى ساحاته، يعني قد تتطور المعركة. يعني أنا وفق تقديري روسيا الآن تحاول أن تستنزف الجيش الأوكراني، تنتظر اللحظة التي ينهار فيها الجيش الأوكراني، وقد تتابع هجومها باتجاه الغرب حتى تصل إلى الحدود البولونية، عندها سيتحرك حلف الناتو لأن روسيا تكون على حدوده مباشرة، وقد تشتعل هذه الجبهة من جديد في داخل الدول الناتوية، وقد تشتعل الجبهة الشرقية كما قلت في منطقة تايوان وغيرها من مناطق إفريقيا، أيضا عندنا يعني عدة مناطق في سوريا، أيضا عدة مناطق اشتباكات بين الولايات المتحدة الأمريكية بين حلف الناتو الأحرى وروسيا والصين من جهة. يعني هل نفهم من خلال كلامك الدكتور آصف أن المفاوضات مستبعدة في هذا النطاق، لأن الرئيس بوتين قال بأن أوكرانيا قد تكون مستعدة للتفاوض من أجل السلام فقط عندما تنفذ مواردها، وبالتالي ما المسارات المتوقعة لهذه الحرب؟ سيدتي أنا كما قلت يعني المشكلة هي حقيقة في الجانب الغربي، عندما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على العالم بهذه الطريقة وتجبر باقي دول العالم يعني على اتباع منهجيتها وعلى هذا الأسلوب الابتزازي المستمر من الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، هو الذي يزعج الصين ويزعج روسيا. روسيا مستعدة للمفاوضات في أوكرانيا لأنها لا تريد، لأنها تعرف جيدا أن أوكرانيا هي ساحة الحرب، وأن من يقتل هناك ومن يستنفذ حقيقة هو الجيش، هو الشعب الأوكراني والجيش الأوكراني والمقدرات الأوكرانية، وبالتالي لا مصلحة لها حقيقة يعني في الخوض هذه المعركة حتى النهاية. لذلك هي قد تضطر لتوسيع الصراع باتجاه غرب بولونيا لكي تجبر الغرب على الرضوخ للمفاوضات. هم يقولون أن نحن مستعدون للمفاوضات ولكن روسيا غير مستعدة. طبعا روسيا غير مستعدة وفق وجهة نظرهم هم، روسيا غير مستعدة أن تترك منطقة الدنباس، لأن لو خرجت روسيا الآن من مناطق الدنباس
فستهجم القوات الاوكرانيه على هذه المناطق وستقتل جميع السكان في تلك المناطق بتهمه التعامل مع روسيا، وبالتالي روسيا لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تخرج من هذه المنطقه التي ضمتها في السنه الماضيه. طيب اذا شكرا لك الدكتور اسف ملحم مدير مركز جسام للدراسات، والشكر موصول لك الدكتور عمار قناه استاذ العلوم السياسيه بجامعه سيفاستوبول على المشاركه معنا. اذا مشاهدينا نبض العالم متواصل لمناقشه اخر التطورات في السودان وزياره الفريق البرهان الى أنقرة، نلتقي بعد الفاصل.